منذ أواخر الأربعينات وإلى أواخر السبعينات اللي هو هاجروا البلاد، صدق حدث واحد الفراغ، ومن أجل ملء هذا الفراغ جات هذه الفكرة من أجل إعادة تكوين وإعادة ورد الاعتبار والحفاظ على التراث الثقافي اليهودي المغربي، وتذكير الأجيال والشباب أهمية هذه الثقافة التي هي تعد جزء من الثقافة ومن الحضارة المغربية. في المتحف كانت عنده سيتيفو بلوزيوغ زوندغوا ولا بلوزيوغ بوان، واحد البلايصات في المتحف كان كيحرص انه بنفسه يعطي الشرح ديالها، كيف ما قلت خصوصا ما يتعلق بلابيل ديال عزوز كوهن. هذا عزوز كوهن بالنسبه له كان من المناضلين الكبار في الجماعه اليهوديه في فاس الثلاثينات، كتب هذا لابيل بالدارجه المغربيه وبحروف عبريه في الاول، ومن بعد ترجموه للفرنسيه. عزوز كوهن جا وقال لهم الناس ديال الجماعه ديال الكوميتي ديال اليهود في فاس وفي المغرب كله خصكم تحرصوا باش تعلموا وليداتكم الدارجه العربيه المغربيه، لاننا حنا مغاربه فحال خوتنا المسلمين، الا بغيتوا وليداتكم يبقاو في هذه الارض خصكم تحافظوا على تدريس اللغه العربيه الدارجه، لان تدريس اللغه مشتركه اللي هي العربيه بين اليهود المسلمين كتخلي كتزرع وكتخلي واحد لونطونت واحد التفاهم بين مكونات المجتمع الواحد. وحتى الشان الثقافي يخضع انه كمسألة عظمى، وهي مسألة عظمى، هي حاجة كبيرة، أن جاب داك القوة ديالو داك الطاقة ديالو السياسية كيناضل فيها في الإطار الثقافي اليهودي من أجل تجميع جميع شتات ومكونات الثقافة الهوية والحفاظ عليها ورد الاعتبار وتعريف الشباب والمغاربة. كيقول لهم ما خصكمش تنسوا أن نرى اليهود كانوا في هذه البلاد، اليهود مشاو ولكن احنا ما زال هنا. في المتحف كان المشكل اللي عندنا أننا ما لقيناش mon appel des collections. Alors, بدينا كنتصلوا بالعائلات والأسر اليهودية وصحاب المسلمين اللي عندهم مجموعة من لي زوفغ لي زوبجي بور لو موزي، كان كيتصل بهم وجمعنا هادشي كامل. ولكن كان جانب آخر كيهتم به أكثر، هو ترميم وصيانة البيعات، أي ترميم وصيانة الجوامع اليهود. ولكن الصلاة اللي أثرت فيه واللي بغى أنه يرممها هي صلاة الفاسيين في فاس، في الملاح فاس، انه تقريبا كيعود ان طيله 30 عام هو كيناضل، هو كيجمع في الفلوس، هو في لي كونتاكت، هو مع الجماعه اليهوديه في فاس ومع دوطخ بارتنير او ماروك اي ليترونجي بوغ راماسي دي فون باش يرمم هاد لا سيناغوغ هادي. وهاد الفاسين كان فيها واحد ان ريتوال سبيسيال دو بريير، هذا كان بارمي لي كريتير اللي جعل شمعون انه يناضل طيله 30 عام باش يرممها. انا تنعرف شمعون وانا عندي 6 سنين، وشحال من مره جلست معاه، جلست معاه باش نتناقشوا في مواضيع، باش يعاونني في شي حاجه، ولا ما متفقش معاه على شي حاجه ولا اي حاجه، دائما تيسمع لك، المواقف ديالو واضحه، تعبر عليها بعفويه، تقنعك، ماشي سميتو ماشي تي عنده ان ارغومون دوتوريتي، وهذه يدفعك انك تعطي الدليل على داكشي اللي تتقول، ماشي غير سميتو. ثانيا هو براسو تيقلب على الدليل، هو عنده الارشيف ديالو غادي يمشي يقلب على الارشيف باش يخرج لك شي حاجه الدليل على انه تقول. دونك ماشي غير الذاكره الشفويه، كاين الذاكره المكتوبه بالنسبه لي مهمه. شمعون شنو تعلمت من شمعون، من العلاقه مع شمعون؟ تعلمت منه اولا الغنى ديال الثقافه المغربيه ديالنا، اللي لانني ملي تكون العيد، عيد ديال ميمونة، غادي نطلع عنده للدار وغادي ناكلوا جميع ونضحكوا. ثانيا تعلمت منه كيفاش انه الانسان يكون في صلب التساؤلات ديالنا. ثالثا انني نقبل بالاختلاف، اي واحد مختلف معايا يمكن لي نتناقش معاه ماشي مشكل. رابعا كيفاش انني نكون ضد الصهيونية، ضد التسلط، ضد الحق ديال الاخر، ولكن ماشي لازم نكون ضد اسرائيل في جميع الحالات. دونك تعلمت لا غيزون، تعلمت العقل، استعمال العقل، العقلانيه مهمه. تعلمت كذلك من شمعون كيفاش نبقى واقف رغبه حتى ملي تيأتاكوني الاخرين. انا ما عمري ما ننسى النهار اللي مشى الكليه ديال الادب وتأتاكوه الاسلاميين وبقى واقف وتناقش معهم، وبيان سور هو متدمر ولكن في نفس الوقت تيحاول يفهم.
هاد القدره ديال انني نبقى واقف نكون متدمر ونحاول نفهم ماشي سهل على المستوى الاخلاقي. شمعون كان عنده القدره كبيره باش يخلق علاقه انسانيه بسيطه مع اي واحد رغم الفرق ديال السن والفرق في التجربه والفرق في سميتو. ما تيفرضش راسو عليك كشي حد اللي هادي وجهك. انت تتقبل انك تكون قريب له لانك تتستمع له وتتناقش معاه. فما عندوش داك لا بوزيسيون بلومبونت دو سولوي كي فا تو مونتري. لا عنده لا بوزيسيون دو لامي ديال الصديق اللي هادي يبين لك الاشياء وهادي يسمع لك وهادي يفهمك. اذا الفرق اللي كاين في التجربه وفي السن تتمحى وتبقى العلاقه الانسانيه اللي بينك وبينه. باش معون لي في الوهله الاولى ملي تتقربوا واحد الانسان شويه عنده ديك لا كاراباس، لا كاراباس ماشي فقط جسديه ولكن تيبان بحال الا قلبه قاصح. هو العكس تماما، راه قلبه رطب ورهيف جدا. وغنحكي لكم واحد القصه حضرت لها معاه. هو انه كنا في مارس 1999 في واحد الندوه بمدينه صفرو، وملي كملنا المشاركه ديالنا في ديك الندوه قلت لي عافاك وصلني الرباط معاك. قال لي واخا، ولكن قلت لي قبل ما توصلني بغيت نشوف البيعه لا سيناغوغ ديال صفرو، هذه مده وانا بغيت نزورها. قال لي ما تكون غير خاطرك، يلا اتصل بالعساس اللي عنده الساروت. وجا العساس ما عنده ما يحل لانه لقى الشراجم فرعهم شي حد شي لص. المهم ملي دخلنا لديك الكنيسه ديال صفرو لقينا الكتب المقدسه دوك لي غولو لقيناهم مرميين في الارض. تما شت داك الراجل اللي هو تيبان عنده واحد لا كاباس، شتو ما بقى لي غير يبكي تيصيح تيغوت. ها وبدا تيجمع دوك الكتب دوك لي غولو بواحد الخشوع. عاونتو فعلا، قال لي حتى جمعنا دوك الكتب درناهم في الكوفر ديال الطوموبيل. قال لي راه غنديهم للمتحف ديال الدار البيضاء. في الطريق وحنا جايين بديت تنفكر، قلت ليه شمعون كنت ديما تنظنك لائك شيوعي، ما عندكش شي حس ديني باش تصرف كما تصرفتي لانه ولا راجل اخر. قلت ليه واش هذه العقيده الدينيه ديالك اللي ما كنتش عارفها هي اللي برزات؟ قال لي راك ما فهمتي والو. قلت ليه كيفاش؟ قال لي هذا الشيء راه ماشي عنده فقط بعد ديني، هو عنده بعد تراثي، وهو ماشي غير ديال اليهود، هو ديال المغاربه كاملين. فالتراث اليهودي مع الاسف الشديد مبعثر في العالم، تفرق كما ان اليهود مشاو حتى الارشيف ديالهم مشى تنلقاو في امريكا، نلقاو في فرنسا، في اسبانيا، في كندا وغيرها. وكانت المبادره ديال جون جاك ليفي سباقه، هما اللي جاو دقوا لهاد الدار، دار الارشيف المغربي، مؤسسه الارشيف المغرب، واقترحوا عليا بانه ما كاين ما احسن من مؤسسه وطنيه باش تستقبل داك الارشيف ديال باهم، لان هذا الارشيف اولا تيعطي واحد المثال لاخرين من المواطنين ديالنا اليهود سواء اللي بقوا في المغرب ولا اللي هما خارج المغرب، تيعطيهم واحد المثال اللي تنتمنى باش يسيروا في نفس النهج ديالو والدرب ديالو. ان كل شاب مغربي الا تيشعر بانه معتز بمغرب تمغربيته ديالو معتز بالعروبه ديالو بالاسلام ديالو باليهوديه ديالو بالامازيغيه ديالو بكل شيء، هذا الشيء هذا التنوع، ويقتنع كما كان اقتنع شمعون ليفي بان هذا التعدد هو غنى ماشي فقر، هو ثراء، ولكن التعدد في إطار وحدة المغرب.